بقى نروح لترند تاني، واللي يقول ان ورا كل عظيم امرأة لازم كمان يكمل الجملة ويقول ان ورا كل عظيمة رجل اعظم، علشان هي دي الحقيقة. اي حد بينجح ويحقق انجاز لازم هنلاقي حد واقف وراه بيشجعه بيدعمه بينصحه، وفي الغالب الشخص ده بيبقى الزوج او الزوجة. بنقول كده ليه؟ بمناسبة الفيديو الجميل جدا اللي الحقيقة شفناه لبطلة مصر العداء باسنت حميدة، اللي حققت امبارح انجاز جديد للبعثة المصرية المشاركة في دورة العاب البحر المتوسط بحصولها على الميدالية الذهبية لسباق 100 متر بزمن قدره 11 ثانية و10 جزء من الثانية. باسنت بعد تحقيقها للانجاز ده وبرد فعل طبيعي جدا جريت على جوزها ومدربها في نفس الوقت الكابتن محمد عباس اللي كان متواجد في المدرجات بيشجعها باسط ايده. مش بس كده، كمان في كلمتها بعد الفوز وجهت ليه رساله لزوجها وقالت له بتقف الى جانبي في كل شيء يا اغلى الناس مدربي وزوجي العزيز العظيم، دموعنا اليوم اتحولت لدموع الفرحه والانتصار بعد فتره كبيره قوي صعبه مرينا بيها مع بعض وعشناها بكل تفاصيلها المؤلمة، لم تفارقني فيها لحظة، لك كل الاحترام والتقدير والحب والامتنان على كل الدعم والاهتمام والرعاية، وتحية لكل زوج راجل بجد بيقف دايما في ظهر زوجته.